إنك تكون ثالث العالم للمرة الرابعة، ده حدث جلل يا حضرات، ده إنجاز كبير يستحق الوقوف أمامه يعني تأمله ومحاولة تحليله أملا في تكراره وكمان تخطيه فيما هو قادم إن شاء الله. وإن كانت أكيد المهمة هتبقى صعبة جدا بعد كده، عشان كده الأهلوية يعني إيه هنقول فرحتهم منقوصة إلى حد ما، لأن فعلا إحنا شفنا من رجالتنا في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية ما يرضينا وما رفع سقف طموحاتنا وتوقعاتنا، وكنا حابين اكتر ان احنا نشوف لعيبه النادي الاهلي في الماتش النهائي، لكن قدر الله ما شاء فعل. وتاني نرجع ونقول الانجاز اللي حصل ده مش شويه حضرات باي حال من الاحوال. تعالوا نتكلم عن مشاركتنا في النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه وباستفاضه طبعا شفنا من خلال ملحمه كرويه ما يؤدي الى ان احنا عندنا كتير من التفاصيل وكتير من النقاط لازم نقف عندها ونحللها ونحاول نتاملها، وده اللي هنعمله مع ضيفي العزيز اللي منورنا ومشرفنا في حلقتنا النهارده الناقد الرياضي الاستاذ عبد المنعم فهمي. صباح الفل عليك، سعداء بوجودك معانا ومنورنا. صباح الفل، اخبارك انت ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اكيد الحاله المزاجيه والمعنويه حلوه بعد الانجاز اللي حصل في الكام يوم اللي فاتوا، وان شاء الله احنا بصدد يعني تكراره في اليومين ثلاثه الجايين. ناس كتير من الاهلاويه على فكره بيقول لك ما معناه ايه، احنا عايزين اللعيبه وهم راجعين في طريقهم للقاهره يعدوا على الامارات ياخدوا كاس السوبر معاهم وهم جايين جنب الميداليه البرونزيه. توقعاتك ايه بقى ان شاء الله؟ توقعاتي لا، هو الاهلي صعب ان حد يتوقع ان هو ما يفكرش في بطوله وما ياخدش بطوله. الاهلي دايما معودنا من واحنا صغيرين بنشوف مباريات كره القدم، حتى لما كانت الفرق العالميه بتيجي كان الاهلي ما بيسيبش فريق. اي نعم كان ممكن يبقى في مباريات كده فيها سجال ما بين الاهلي تحديدا، انت عارف الانديه اللي فيها بتبقى شعبيتها كبيره بالأندية العالمية بتيجي بتحاول تعمل معاها يعني مش مجرد مباراة تيجي وخلاص. فالأهلي قدره ان هو يعني قدر، مش قدر هو بس وقدر جماهيره. طبعا. جماهيره طبعا. يعني مش عايز اقول لك ان الناس زعلانة ان هم واخدين الميدالية البرونزية. صحيح. الناس زعلانة، زعلان جدا يعني انا على مواقع التواصل الاجتماعي ناس زعلانة، ناس كانت متوقعة ان الأهلي خلال هذه البطولة يوصل لسقف ما وصلوش قبل كده، هو سقف يا اما فضة يا اما ذهب، لكن ما حصلش. وخلي بالك، وخلي بالك ده جاي امتى الكلام ده؟ جاي بعد نتائج وعروض ما كانتش على ما يرام ما قبل البطولة. فتخيل جمهور شايف فرقته مش في مستواها او فيها كده يعني فيها كبوة بسيطة في الأداء، لكن شوف الثقة توصل فين، توصل ان الفريق جمهوره واثق فيه لما يلعب بطولة بحجم كأس عالم الأندية إن الأهلي ممكن يوصل لإيه؟ لمنصات التتويج اللي هي يا إما ذهب يا إما فضة. يعني يشوف فرقة مش بتأدي بالمستوى المطلوب، لو كانت قريبة جدا حول. لو في لومينينزي ده الأهلي في حاجات حصلت فيها كان ممكن المباراة توصل. يعني أنا مش عارف بصراحة الهدف أو ضربة الجزاء اتحسبت. أنا كلمت ناس كتير بصراحة أعرف، في ناس بتتكلم تقول آه وناس تقول لا إنها مش ضربة جزاء، الأكترية بيقولوا إنها مش ضربة جزاء. وفي نفس التوقيت خليني أقول لك برضو الأهلي لعب ماتش كويس، لكن الأهلي في هذه المباراة ما قدرش إنه يوصل لهدفه الأساسي وهو إنه يوصل للمرمى بشكل يعني بشكل فيه إيجابية شوية. طب وليه ده ما حصلش يا أستاذ عبد المنعم؟ معرفش، ممكن يكون إيه؟ أقول لك أنت، خليني أقول لك على أولاً في ماتش اتحاد جدة، أنا عمري ما شفت الاهلي بهذه الروعه، شفته قبل كده كتير بس هذه الروعه وهذا الجمال اللي اكبر جمهور مصر كلها بعد المباراه دي انا ما شفتش اي حد تاني، اي جمهور تاني بيتكلم بشكل سيء ولا بيحاول يحفل بشكل سلبي على الاهلي. ليه؟ لانه الاهلي عمل في هذه المباراه اولا اداء رائع اكد فيها ان هو فعلا سيد القاره، اتنين عمل نتيجة مع فريق بحجم اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه لاعبين عالميين، لاعبين حصلوا على البطولة قبل كده ولاعبين حصلوا على البالندور مش عارف ايه، يعني انت بتلاعب ايه؟ بتلاعب فريق مدجج بالنجوم وفي نفس التوقيت وراه بقى ايه بقى؟ يعني جمهوره وملعبه وكل حاجة معاه. فانت تكسبه غير بقى التحفيل اللي كان حاصل قبل كده. هو التحفيل خلي بالكم يعني عشان ما حدش يقول لك ايه تحفيل مش تحفيل، ده طبيعي في كره القدم عادي شغال ما فيش مشكله، ما هو حلاوه كره القدم. للامانه زي ما الجمهور المصري دمه خفيف الجمهور السعودي طبعا دمه خفيف، وكان في 1 2 جميل ما بينهم واللي انتصر في ال 1 2 هو الاهلي طبعا وجمهور الاهلي، وده اللي خلى للمباراه طعم مختلف، خلى سقف الطموحات
هو ما كانش يعني، هو الاهلي دايما يعني زي ما قلت لك في البدايه، حته سقف الطموحات ده مع كل بطوله ياخدها الاهلي في سقف طموحات. يعني خلي بالك البطوله اللي جايه 32 فريق، اوعى حد يقول لي ان الاهلي هيدخل هذه البطوله من اجل ان هو مشاركه المشرفه، لا، هو لازم يحط في دماغه ان هو يدخل للمنافسه بغض النظر بقى اوروبا بس الوضع وامريكا ومش هيبقى واضح، غير يبقى خالص صعب. بالزبط.